ايه؟ نعرف دول 8 كاميرا. احنا خلصنا اول مشهد قبل ما عادت كاميرا. انا خلصت اربعه ضميتهم من امبارح عشان هيمشونا الناس الساعه 5. لا هيمشونا من هنا الساعه 5. هنعمل ايه؟ قعدنا نجري زي السلوك. اول مشهد قبل ما عادت كاميرا. لا اللي مش قبل ما عادت كاميرا ازاي؟ اول مره ده انا 9 ل 9 على ربع يا ريس. حد بيجري ورا طميري. وبعدين في مدير ومنتج هنا فشيخ ما بيرحمش اساسا. احب اشكر الاستاذ عادل ايوب يا جماعه. ايوه اول مخرج يعتزل خمس مرات. ايوه يعتزل خمس مرات اثناء الشغل ويكلمني في التليفون يقول لي انا كلمت النقابه قلت له مش هشتغل تاني انا كسرت كان النقابه. طلع عين اللي يعرفني صح. معلش بس في الاخر يعني ربنا يبارك له عمل حاجه. ربنا يبارك لكم كلكم انتوا. امين يا رب. الناس بص الناس دي كلها كانت ترقص وتغني وتغسل وتعمل كل اوبتيك وكل تعمل كل حاجه. يعني لولا الفريق الناس كلها قدام الكاميرا ورا الكاميرا ما كانش العمل ده عمل زبده. ايوه بس خلي بالك انت كلفتني مصاصات عسليه. انا مكلف انا مو عسليه الواد محمد فين محمد؟ عسليه ومصاصات. خلصنا العسليه في السوق والنوجه كان بيجيب بالكيلو والنوجه خلصوا. يعني مسألة صعبة بس الحياة بيدلعني تمام. بس مدلعين قوي مش بخيل يعني. لا مش بخيل. هاتي بديل المصاصة. والراجل ده الراجل ده امرايا. باتريس ده امرايا. باولو روس استوردناه من ايطاليا. اول ما اتكلم يقعد يشتم بالطلياني ومثل النهارده كمان. مثل النهارده طلع مدرب. طب ما احنا ممكن طلع مدرب الكوره. ايوه لا ما خايف يكون عارف مش عارف يعرف كل الشتايم. والاستاذ استاذ اهو يلا 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 الحمد لله. انا فرحان الناس فرحانه فرحان الناس مبسوطه فرحان الناس بتتكلم على كل الناس بتتكلم على كل التفاصيل. عرفت يعني عيله عرفت يعني اخ واخت عرفت يعني ايه اسره عرفت يعني حاجات كتير بسببكم انتوا. فده الحمد لله انتوا وصلتوا ده للناس ورجعتوا قيمه الممثل المصري والفنان المصري والدراما المصريه تاني على محيط كلكم على الحاجات بجد. انا عشان تطفي الشمع. ايوه طبعا عشان محدش فينا بيحبها محدش فينا بيحب الحكايه دي ما بيحبش موضوع الكوره بتاعها. والله ما لقيته. مبروك يا ريس. ابرو مبروك يا ريس. برافو يا ريس. مبروك.